ينمو سوق الألعاب الإلكترونية بوتيرة سريعة، إذ لا تزال الإيرادات تنمو في عام 2022، ويقدر بأن تصل إلى قرابة 203 مليارات دولار من خلال إنفاق المستهلكين، ما يمثل زيادة بنسبة 5.14% على أساس سنوي. يأتي ذلك فيما يتوقع أن يرتفع عدد محبي الألعاب عالمياً هذا العام، لتتجاوز بذلك 3 مليارات لاعب بحلول نهاية العام، وذلك وفقا لما ذكره موقع تحليل سوق الألعاب من يوزو. فمن الذي يتنافس في هذا السوق؟ ما مستقبل هذا القطاع؟ كيف يمكن تقييم الوجود في الشرق الأوسط ومحليا أيضا في سوق الألعاب؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه مع الاختصاصية في سوق ألعاب الموبايل ياسمين عباس. لكن في البداية يمكن أن يكون لكم آراء في هذا الموضوع بشأن الألعاب المفضلة لكم، لنرى الإجابة ثم نعود. أكثر واحدة بلعبها كاندي كراش، بعدها لعبة حلوة تخليك تفكر، تشغل مخك. أكثر لعبة بلعبها لعبة اسمها كلاش أوف كلانس، هي عن قرية وبتصير تبنيها وتتنافس مع منافسين ثانيين بنفس اللعبة، وأتوقع أنها هي لعبة حلوة يعني. لا، كنت ألعب ببجي وزمان هذا الحكي، وهسه وقفنا خلص بكفي. أكثر لعبة بحبها بلياردو. اللعبة اللي ألعبها على موبايلي survivor.io، خيالية. والأحسن لعبة بالكوكب اللي هي دوتا 2 طبعا، اللي دائما ألعبها أنا. إذا نرحب بياسمين عباس، اختصاصية بسوق ألعاب الموبايل. أهلا وسهلا بك ياسمين. في البداية، هل الألعاب الموبايل هي نفس الألعاب الإلكترونية، يعني نشأت بنفس الفترة أو نفس الفكرة؟ لا، بيختلفوا. هلأ أول لعبة إلكترونية ظهرت بعام 1950، وبعدين أول لعبة موبايل ظهرت ب 1970، وهي كانت لعبة سنيك، كانت موجودة على أجهزة النوكيا وكانت أوريدي محملة. وبعدين ببداية 2000 صار في أجهزة هواتف بمواصفات فنية، بحيث أنت بتقدر تنزل التطبيقات من ضمن هالألعاب. بس نقدر نحكي الانتشار الواسع لألعاب الموبايل صار ب 2008 مع ظهور الأب ستور على أجهزة الآيفون، وكانت الألعاب وقتها بريميوم، بحيث أنك أنت بتدفعي حق اللعبة عشان تلعبيها. ولاحقاً ب 2009 صار في عنا ألعاب ما يسمى بالفري تو بلاي، بحيث أنك أنت بتنزلي اللعبة مجانية وبتدفعي داخل اللعبة ما يسمى بالإن أب بيرتشيسز آيتمز، أو تشتري معينة، أو الإنجيم آدز. من أشهر الألعاب أو أنجح الألعاب في ذلك الوقت كان عنا لعبة أنجري بيردز وكات ذا روب. وبعدين صار في عنا ب 2012 الجوجل بلاي ستور على أجهزة الأندرويد، وب 2018 صار في عنا عالميا على أجهزة هواوي اللي هو الأب جاليري ستور. جميل. أشهر الألعاب يعني برأيك، أو تفاعل الناس مع الألعاب، هل كان مبني على فكرة فعليا أن يكون هناك حرفية بطريقة اللعب، ولا هذه كانت معمولة للتسلية فكانت ضمن قدرات معينة حتى إلكترونيا؟ عندما نتحدث، إمتى بلشوا المشغلين بتطوير هذه الألعاب لفعلا استغلال قدرات ومهارات معينة عند الأشخاص، يعني تطورت من شكل إلى آخر؟ نعم. هلا هي كل اللعبة مش مجرد للتسلية، الشركات بتفكر كيف اللعبة ممكن تربح، يربح من اللعبة، وفي كتير أمور داخل اللعبة بيدرسوها، من حيث إنه يدرسوا السوق قبل ما يطلقوا اللعبة، يحسنوا المنتج باستمرار، ويحللوا سلوك المستخدم، وبالتالي كل هاي الأمور وتحسين المنتج، هاي كل الأمور تدل على إنه دراسة المنتج كامل حتى يقدروا اللعبة تنجح بالأخير. فبالتالي هذه هي الفكرة، يعني هون الشركات بلشت تعمل على فكرة إنها تستغل حب الناس أكيد هذه الألعاب. هو بتقدر تحكي يعني انتشرت أكثر إشي ضمن ألعاب الموبايل، وهي بتختلف عن الألعاب الإلكترونية، كون الألعاب الإلكترونية موجودة على أجهزة الكونسول كالبلاي ستيشن والإكس بوكس أو البي سي، بينما ألعاب الموبايل هي بتكون أقل تعقيد من الألعاب الإلكترونية، وبتوصل بشكل أسرع وأوسع من الألعاب الإلكترونية. طيب وين وصلت هذه هذا القطاع، خلينا نحكي الألعاب الإلكترونية، إن كان من ناحية كإندستري يعني، خلينا نحكي هلا حاليا قطاع ألعاب الموبايل لوحده متوقع هاي السنة يوصل 152 مليار دولار، وبحدود نمو سنوي 7.7%، وهذا بس قطاع الألعاب الموبايل. وهذا النمو بقطاع ألعاب الموبايل أوسع بكثير من قطاع السينما أو قطاع الموسيقى. حاليا نتفليكس أعلنت إنه بدها تعمل استوديو انترنالي حتى تقدر تطور الموبايل ألعاب بشكل عام. فعندنا ألعاب الموبايل هي أوسع
ونموها أسرع بكثير حتى من الألعاب الإلكترونية الموجودة على الكونسول أو البي سي. لو بدنا نحكي أرقام في الوطن العربي، عندنا تقريبا لهي السنة 100 مليون لاعب في الوطن العربي متوقع يصرفوا 4.4 مليار دولار، وهي طبعا نسبة جزء بسيط من النسبة اللي حكيتها قبل شوي، ولكن في عناصر كتير مهمة بتدل على أنه اللاعبين في الوطن العربي أو سوق الوطن العربي هو مهم لألعاب الموبايل. من هاي العناصر في عنا نسبة كبيرة من فئة الشباب بحدود أكثر من 28% بين أعمار 15 ل 29 سنة، ومعظم هاي الفئة هي اهتماماتها في الجيمينج والتكنولوجيا بشكل عام، غير عن الانتشار الواسع للموبايل ديفايسز بمنطقة الشرق الأوسط. هل برأيك يعني استغلال فكرة إنه الكثير من الناس منجذبين لفكرة الألعاب الإلكترونية هي as consumers ولا as active players؟ يعني بمعنى هل أصبحت الشركات تتجه لي إنها تعتبر هدول اللاعبين هو جزء من نموها، جزء من التغذية الراجعة؟ كيف تفاعل الشركات مع اللاعبين بشكل أساسي؟ طبعا هلا الشركات دائما بتطلع بالأول كيف يخلوا اليوزر engaged داخل اللعبة، وكل ما اللاعب لعب اللعبة أكثر كل ما كان إمكانية إنه يدفع في اللعبة أكثر. فدراسة الشركات هي كيف تخلي اليوزر engaged باللعبة، كيف تخليه يلعب وقت أطول، غير إنه يكون في روح تنافس شديد جوا الألعاب، وعناصر مهمة مثل المالتي بلاير يلعب لاعب ضد لاعب، السوشيال فيتشرز يعني. بالضبط الأونلاين السوشيال فيتشرز، كيف يحكي مع اللاعبين، كيف بنشوف بلعبة ببجي في عنا فويس تشات، في عنا برايفت تشات، بوبليك تشات، وألعاب كثير عم بتدخل أكثر من عنصر من ناحية السوشيال فيتشرز، كيف اللاعب يخلوه engaged أكثر. فكل هاي العوامل بتأدي إنه اللاعب بالنهاية إنه يدفع في اللعبة أكثر. من الملفت فعليا ياسمين إنه ما بينحزر على اللعبة اللي بتاخذ أصداء أكثر من لعبة أخرى، يعني بتلاحظي إنه يمكن هاي التفاصيل الصغيرة هي اللي خلت بعض الألعاب يتفاعلوا معها الناس أكثر من ألعاب ثانية. فهذا بيقودني لسؤال، ويعني بما إنك ذكرتي الببجي هي يعني كمان شركة أردنية، صحيح يعني السوق الأردني بشكل عام إلى أي مدى ولا مش ببجي؟ لا مش ببجي هي لا استني، الثانية اللي فيها شدة الأردنية جواكر. جواكر مثلا، هذه الألعاب أو الفكرة أو من وين بتطلع مثلا بمجتمع معين وبتنتشر إلى مجتمعات أخرى أو بتصير حتى عالمية، قديش الأفكار ممكن أنه نستثمرها بفكرة الألعاب الإلكترونية وممكن تكون يعني سهلة المنال بالنسبة لكثير من الشباب؟ طبعا هلأ مش أي فكرة بنقدر نحن نعمل منها لعبة إلكترونية، لأنه قد تنجح وقد لا، لازم بالبداية ندرس السوق الماركت، نشوف المنافسة بين الماركت. صار في عنا كتير في شركات ضمن الألعاب الموبايل، صار في عنا شركات كتير تعمل في تنشر ألعاب موبايل بالمحتوى العربي. فأي شركة لازم بالبداية تدرس السوق المستهدف اللي بدها تستهدف اللعبة إله، تشوف الفكرة تاعت اللعبة هل هي حتنجح ولا لا قبل صرف مبالغ على تطوير هذه اللعبة. وضمن تحسين ضمن فترة إطلاق اللعبة دائما الشركة بتحلل المستخدم، بتحلل بيانات اللاعبين، بتدرس سلوك اللاعب، بتدرس كيف تسوق أو توصل للسوق المستهدف. تحصل على هذه البيانات؟ في كتير تولز معينة بتقدر المطور إنه يدمجها مع اللعبة حتى يظهر هاي البيانات، أو ممكن المطورين نفسهم يعملوا تول معينة بتقدر تطلع كل هاي البيانات، يعملوا لها انتجريشن داخل الجيم، يطلعوا كل بيانات اللاعبين. و يعني في تعاون من الممكن أن يكون مع المشغلين، إن كان من ناحية الأبل ستور أو إذا كان من ناحية طبعاً مثلاً مواقع التواصل الاجتماعي، هل ممكن تبلش الألعاب منها؟ يعني في أكثر من طريقة طبعا. هلا العاب الموبايل يعني الستور سهل كثير على المطور، في عنا اندي ديفلوبرز او حتى شباب صغار هواة بحبوا يطوروا وينزلوا اللعبه، فاي ستور من حيث الجوجل بلاي او الاب ستور او الاب جاليري سهل على اي شخص انه يطور لعبه وينزلها على المتجر، وسهوله انه يوصل لمستخدمين اعلى بكثير من اي طريقه ثانيه. اذا انسان او شخص فكر فعليا انه هو يطور وانه يبلش بلعبه، وين شو هي أول خطوة يجب أن يقوم بها برأيك؟ أول خطوة هو يدرس الماركت بالبداية، يشوف شو الألعاب الترندينج حاليا. يعني لو بدنا نيجي في الوقت الحالي عندنا الألعاب الأكشن والاستراتيجية هي الألعاب اللي عم بتدخل إيرادات كتير عالميا مش بس في الوطن العربي، ونيجي لنحكي عن ألعاب معينة أفضل الإيرادات من النصف الثالث من عام 2022 كانت لعبة اسمها Honor of Kings، وهي لعبة ملتي بلاير باتل أرينا جيم متعددة اللاعبين، فيها عنصر الأكشن والاستراتيجية، روح
التنافس فيها شديد جدا. بداية السبع أشهر اللعبة دخلت مليار و240 دولار، وصارت حاصلة على أكثر من 280 محمل منذ إطلاقها عام 2015. في عنا بالمركز الثاني لعبة كاندي كراش ساغا، وهي لعبة ماتش 3 معظم الناس بيعرفوا. بس هاي بسيطة يعني، ليه بتحس أنه مثل هاي اللعبة؟ فيها عناصر معينة اللي هي مثل ما ذكرت قبل شوي السوشيال فيتشرز، يعني مثلا أنك أنت تطلبي مساعدة من شخص ما أنه يعطيك اللايفز حتى تقدر تكمل اللعبة. دائما الأبديتس والأوبريشنز الجيم بتعملها هي بتعمل على تخلي اللاعب انجيجد اكثر في الجيم. في امور ساتيسفاين لما تعملي ماتشنج للايتيمز بتسمع صوت يعني. بالضبط 100%. طب ايش كمان الالعاب اللي لعبت هذا الدور يعني، او كانت من الالعاب اللي فاجات الناس بتفاعل الناس معها او حققت ارقام كبيره؟ في هلا حاليا لعبه جنشن امباكت، هي لعبه تم اطلاقها عام 2020 وعم بتحقق نجاح عالميا وفي الوطن العربي، عباره عن لعبه اوبن وورلد ار بي جي. اللعبه ما بتتخيلي انه هالقد كبيرة تكون موجودة على الموبايل، يعني كلعبة زي هيك تحسي انه هاي بس كونسول او بي سي. فصار عندنا بالفترة الأخيرة العاب تريبل اي، بمعنى العاب جودة عالية جدا، ميزانية ضخمة وفريق كتير ضخم، عم بتصير في نسخ منها على الموبايل. اعطيكي مثال، لعبة ابيكس ليجندز مؤخرا في هاي السنة صارت موجود نسخة منها على الموبايل، ولعبة ليج اوف ليجندز وايلد دريفت برضه كانت موجودة على البي سي وصار في نسخ منها على الموبايل. فالمطورين الالعاب الالكترونية صاروا عم بيشوفوا قديش سوق العاب الموبايل مربح جدا، علما انه المطور كتير صعب ينقل لعبة موبايل أو يعمل نسخة من لعبة إلكترونية للعبة موبايل حتى يقدر يعطي نفس تجربة اللاعب أو الجيمينج إكسبيرينس، وبرضه يبسط الكونترولز. ومع ذلك المطور عم بيعمل نسخ بس ملاحظة كلها أكشن، يعني كلها عنف وأكشن هي فعلا هذا حاليا صناعي فعلا الترندين موجود حاليا هو الأكشن. طيب يعني على الصعيد الآخر، هل بتحسي أنه بيحتاج السوق لسه أو يتحمل إلى حد ما أفكار جديدة؟ طبعا طبعا الابتكار ما بيتوقف، ونمو الالعاب لسه عم بيزيد كثير، وحاليا عم نشوف ارقام كثير كبيره في 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 هذا الموضوع. اعطيكي سبيل المثال، حاليا في شركات شو بتعمل؟ بتدمج بين اكثر من تصنيف، يعني اذا كانت لعبه بازل بتحط بازل وملتي بلاير بنفس اللعبه، او بازل وار بي جي. مثال على ذلك لعبه بازل اند دراجونز، هي حققت نجاح كبير في شرق اسيا، فعم بيدمجوا من اكثر من تصنيف، ما عم بيركزوا على تصنيف واحد. العاب بتكون اكشن استراتيجي بيضيفوا فيها كثير سوشيال فيتشرز وعناصر انك تتواصلي مع اللاعبين. حتى الكارد جيمز اللي عم نشوف لها نجاح كثير كبير في الوطن العربي، عم بحطوا سوشيال فيتشرز زيها زي كاي تطبيق انت بتستخدميه تتواصلي مع الاخرين. بالاردن ايش ماذا يتصدر من ناحيه الالعاب الالكترونيه على الموبايل؟ هلا نحن دائما ننظر للاردن مش كمستهلك لالعاب الموبايل، لانه هو لا يتضمن من الدول الاولى في الاستهلاك، دائما ننظر للمستهلكين دول الخليج وشمال افريقيا. بس اذا بدي احكي عن الاردن في قطاع انتاج العاب الموبايل، هو من الدول الرائده في هذا القطاع. عندنا كثير في شركات نشطه في متاجر التطبيقات، عم نشوف ارقام كبيره من شركات يعني أردنية. ممكن الاردن تنتج تطبيقات الكترونيه على الموبايل او العاب يستخدموها بشرق اسيا مثلا او بالخليج او طبعا هلا حاليا في عندنا شركات كثير من زمان مبلشه، في شركات اردنيه رائده، وحتى في شركات عالميه استثمرت في شركات بالاردن بالملايين، يعني هو بالمراكز العليا في انتاج قطاع في انتاج العاب الموبايل ونشرها للوطن العربي، نشرها لدول الخليج لشمال افريقيا والى اخره. دائما بتكون التركيز على الوطن العربي، لانه الالعاب اللي بالمحتوى العربي لساتها قليله مقارنه بالالعاب اللي عم بتكون باللغات الثانيه. فالتنافس مش كثير قوي الى الان، ترجمه وتعريب حتى الفئات العمريه، تركيز على فئات عمريه مختلفه. طبعا طبعا نحن دائما يتم التركيز حسب. هلا شوفي، اذا الجيم انت بدك اياها تكون للكيدز بكون تصنيفك يعني للكيدز مثلا، بالعاب الاطفال اكثر مثلا من الشباب، العاب الصبايا اكثر من الشباب، ممكن صح. هلا بدي احكي نسبه عن تصنيف. لا ممكن بدي احكي نسبه عن موضوع لعب الذكاء مثلا اكثر من لعب الاكشن، في نقطه في ضعف باماكن معينه. طبعا طبعا في جاب بالعاب معينه، وفي عندنا العاب فيها انتشار كثير كبير مثل ما ذكرتي. عشان هيك اي مطور لازم بالبدايه يدرس السوق، يشوف وين الجاب موجود، واذا بيقدر ينافس شركات كبيره. بخصوص موضوع الصبايا او الاناث، عندنا نسبه كبيره من الصبايا بيلعبوا على العاب الموبايل عالميا. هلا هذا عنصري شوي التصنيف. لا يمكن ما
بدنا نقول انه الصبايا ما بيقدروا يلعبوا العاب الاكشن، ولكن بفكره انه اهتمامات مختلفه، اهتمامات مختلفه، ممكن الالعاب تكون وسيله هي ايضا لجذب اهتمام السيدات مثلا بامور معينه اكثر من هلا في العاب اكشن كمان عم تجذب اهتمام السيدات، في عندنا نسبه كبيره ببابجي بيلعبوها سيدات، في نسبه بالسعوديه 51% من الاناث بيلعبوا على العاب الموبايل، هي نسبه اكثر من الذكور، فصفى العاب الموبايل يعني عم تجذب من اكثر من مش بس ذكور، هي بتجذب كمان اناث، ففي نسب عالي كثير كبيره. طب والمشغلين والشركات ايضا الذين يعملون في الاردن، قلتي هذا القطاع هو قطاع مهم وحيوي وفعليا عم بينتج لي حتى للعالم من ناحيه انتاج وظيفي، فبالتالي وين وصلنا بهذا الموضوع يعني، وهل القطاع يعني بيتحمل ايضا مزيد من الانتاج؟ طبعا الابتكار موجود، النمو موجود، فدائما قطاع الالعاب الموبايل في نمو، الشركات عم تبتكر كثير العاب، عم بتدخل اكثر من صنف في اللعبه، فطبيعي يعني الابتكارات دائما موجوده وبيشتغل فيها السيدات والرجال بشكل عام يعني طبعًا تقنيا ولا اكثر. طبعا في شركات كثير بالاردن نسبه الاناث الموجودين فيها اللي بيعملوا في هذا القطاع اكثر من نسبه الذكور، فما دخل في ارقام؟ هل لديك ارقام؟ لا الصراحه في جميل، شكرا ياسمين عباس، اهلا وسهلا فيك، اختصاصيه في سوق العاب الموبايل، وفعلا في ناس كانوا مستخفين جدا بموضوع العاب الموبايل، ولكن طلع هو عالم بحد ذاته من الممكن ان يكون منتج ايضا. شكرا لوجودك معنا اليوم، اهلا وسهلا فيك.